كل الناس عارفة إن أساس سلالات الكلاب الأليفة الموجودة حالياً بتنحدر من سلالات الذئاب البرية، ولكن مش كل الناس تعرف إن في أنواع كلاب تانية بتشبه الذئب بشكل كبير جداً في الشكل الخارجي وفي الطباع كمان، لدرجة إنه بيتم الاستعانة بيها أوقات كتير في الأفلام السينمائية والأفلام الوثائقية لتجسيد الذئاب البرية الحقيقية. فتعالوا بينا نتعرف على السلالات دي. الولف دوج تشيكوسلوفاكي، وده كلب أصله تشيكوسلوفاكيا، وهو هجين من الجيرمان شيبرد وذئب الكاربات. والسلالة دي نشيطة جدا وحيوية وعندها طاقة كبيرة وفضول كبير بيخليها مثالية في مهمات حراسة الحدود والاستكشاف وحياة المغامرة بشكل عام، لأنها بتحتاج لمجهود يومي لتفريغ طاقتها. والذكر في السلالة دي بيوصل ارتفاعه لـ70 سنتي ووزنه بيوصل لـ36 كيلوغرام. الكوج شا، السلالة دي تم تهجينها في أمريكا عن طريق تهجين الألاسكا ملموت مع ذئب بري، فبالتالي بينتج كلب أخف في الوزن من الألاسكا ملموت وأكبر من حجم السيبيريان هاسكي، وكمان بيمتلك قوة بدنية مماثلة للذئب البري، وده بيخليه مثالي لرحلات السفر الطويلة على الجليد، وبيتحمل الظروف الحياتية الصعبة أكتر من الكلاب العادية. والسلالة دي ما تنفعش لحد عنده أطفال صغيرين إطلاقا، لأنها عدائية بشكل مفرط وبتحتاج مجهود يومي جبار عشان تفرغ طاقتها. والذكر في السلالة دي بيوصل ارتفاعه لـ76 سنتي ووزنه بيوصل لـ40 كيلوغرام. التماسكان، السلالة دي أصلها فنلندا، وهي أساسا سلالة جديدة لسه معترف بيها في نادي بيت الكلب الأمريكي سنة 2013. واللي محتاج إنك تعرفه إن السلالة دي في منها 600 كلب معترف بيه فقط في نوادي الكلاب على مستوى العالم كله، وده يوضح لك قد إيه السلالة دي نادرة جدا جدا. ومع ذلك فالكلاب دي لطيفة جدا مع الناس وشعبيتها بتزيد مع الوقت. والذكر في السلالة دي بيوصل ارتفاعه لـ84 سنتي ووزنه بيوصل لـ40 كيلوغرام. النورثرن إنويت، أو كلب شمال الإسكيمو أو الإنويت الشمالي. الكلب ده سلالة غير معترف بيها عالميا، وتم تطويره وتهجينه في بريطانيا عشان ينتجوا كلب شغل يشبه الديب في الشكل وفي الطباع بدرجة كبيرة جدا، وهو نتيجة تهجين الجيرمان شيبرد مع السيبيريان هاسكي مع كلاب الانويت. والكلب ده اجتماعي مع الحيوانات التانية لكنه عنيد جدا ومش مناسب لحد ما عندهوش خبرة في تربية الكلاب. والذكر في السلالة دي بيوصل ارتفاعه لـ76 سنتي ووزنه بيوصل لـ50 كيلوغرام. الأوتوناجان، كلب تاني أصله بريطاني وتم تهجينه عشان يكون حيوان أليف يشبه الديب بشكل كبير في الشكل الخارجي، لكنه هادي ولطيف جدا في الطباع ولطيف بشكل عام مع الناس والأطفال، وبيحتاج لممارسة التمارين الرياضية زي المشي لمسافات متوسطة يوميا عشان يفرغ طاقته. والذكر في السلالة دي بيوصل ارتفاعه لـ68 سنتي ووزنه بيوصل لـ41 كيلوغرام. السارلوس وولف دوغ، كلب أصله هولندا وهو هجين الجيرمان شيبرد مع الديب الأوروبي، وتم الاعتراف بالسلالة دي في نادي بيت الكلب الهولندي سنة 1975، وتم إنتاجه في الأساس للشغل لأنه كلب عنده قدرة تحمل رهيبة جدا، وكمان عنده طاقة كبيرة جدا بتحتاج لمجهود يومي كبير عشان يقدر يفرغ طاقته دي. والذكر في السلالة دي بيوصل ارتفاعه لـ75 سنتي ووزنه بيوصل لـ41 كيلوغرام. خليك فاهم ان الكلاب اللي تم تهجينها عشان تشبه الذئاب بتكون كلاب شخصياتها مستقلة وعنيدة وبتكون عندها طاقة كبيرة جدا، ممكن تكون مدمرة لو انت معرفتش انك تفرغ طاقتها دي بشكل يومي. ده غير ان معظم السلالات دي بتكون طبيعتها عدائية جدا ومش بتصلح لحياة الشقق او الاسر اللي عندها اطفال صغيرين. واستبعدت في فيديو النهاردة سلالات زي الالاسكا ملموت والسيبيريان هاسكي والسامويد والجيرمان شيبرد، لان اغلب الناس اللي بتربي كلاب او بتحب الكلاب عموما في الوطن العربي يعرفوهم شكلا على الاقل، لكن الكلاب اللي تم ذكرها في فيديو النهاردة قليلين جدا اللي يعرفوهم. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.